اللهم ارحم بالقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولا أبلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم
ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا من يعمل
ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون. وإن قال ربك للملائكة إني خالق بشرا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. صدق الله.